Colombia. يا أخوان، هذا هو العامل الهارب من كفيلة، وإذا مسكناه ورجعناه الكفيلة راح ناخذ مكافأة البطلة. كيف بنجيبه؟ أسكت ولا تقطعني، تفهم ولا ما تفهم؟ رحت لأخوياه وأنكروا أنهم يعرفونه، ولكن بعد محاولات حثيثة وبحث وتحري كعوا ودلوني على مكانه يا عيال، وهو الآن متواجد في البطحة. أحلى عامل. لا داعي يا عيال. قدي سيباي داس ريال سيباي داس ريال سيباي داس ريال قدي قد وي باي يا بلدا باي باني باني بس والله ما تبسال يا عامر. المهم انتم معي بالخطه علشان نمسكه؟ معاك يا ابويا، بس كيف؟ كفو يا عيال، بس ترى المنطقه خطيره ومليانه عمال، خطا واحد نروح فيها. هاي قهوة دور لي هنا إذا رجع. هلا كيومارا. توم باقل. توم باقل هذا. توم باقل. ايش مشكلة مسكين. طبعا بسم الله مسكين تعبان؟ طبعا اسعاف ها؟ اسعاف ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة. ندور عليك ثلاث ايام مش عارف. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا يلا حي عامر، يا هلا بشر الرجال وصدناه. كفو والله يا عامر. يا الخسيس، اسمع انت الحين لك 3 شهور تدفع 900 ولا ترحيل هالحين. يلا ابويا، انت ما تجيب فلوس، انا راتب ما في دهين، وكمان انت تشيل كل شهر 300 ريال، والله حرام، انا ما في فلوس دهين. يلا كل ربعك يدفعون، نمشي ادفع. يلا اغلط يا ابوي، وش دخلنا فيك انت وياه يا ابن الحلال؟ خلص علينا، عطنا حقنا وخلنا نمشي. هقول لا تقطعوني وانا حاسر رجال، ادور رزق انا. يلا امشوا، يلا انقلعوا انتم. يا حبيبيني تبون مكافأة؟ خلوني أطلع حقي من الرجال عقب نعطيكم المكافأة. بعيد عن موضوعنا الحين، أنت ليش تأخذ منك كل شهر 300 ريال؟ وش دخلك أنت بعدين تبون المكافأة ها؟ ما أقصد، خلاص خذ منا، مبغيت 500. وشين يا عيال؟ ناخذه معنا ولا خله عندك؟ اسمع، ما يعطي فلوس ما في سفر على طول. والله حرام بابا، حرام كثير، 300 بابا. جايك اقلط يلا تحيي. اثر انت، الله لا يحييك. اي ساكن بلاش انت، شوارب بكيتك منزع وجهك غراب. المهم لا يكثر حدسك، خل شواربي. وش تبي انت الحين؟ ابي الايجار. اقول مع السلامه. اقول تعال وتبي، اما سددت الليله ترى انا بطفي كهرب عليك، تسمع ولا لا؟ رجال راح اذلف، بس راح اوريك والله ما اخليك ولا ولد ابوي.
هلا بالعيال. واحد واحد. كيف تركي؟ السرعة يتجاوز كل الدفاع. الحكم يشير إلى ضربة المرمى. سالفة. إي جات العيشة يا عيال. يلا تركي تركي. هلا والله بقى الشاورما البطلة. هذا اللي بدون شطة. وين حقك أنا؟ ما جبت لك. استهبل أنت وجهك. أصلاً إحنا زعلانين عليك لأنك نكبتنا مع أبو عبيد. صفوا صفوا كل. طب لقمة شيء. كفة. روح روح. أبوك النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم. وشلون نقول على الكهرب؟ حنا مطفينه. يعني معطيه مشروب طاقة وجيته طاقة يولع النور. هب يطحيحي. يا دين الله. الله لا يحيي هالوجه. لا نبني سكنت ناشبلي ناشبلي. ما تفارجني انت مع السعه. هي حط لك مطور يا الطحيحي. انت هرقيع يعني تحطن بوجهك. اي مواطير وكهرب كذا قطع على كيفك. ولا يهمني البيت هذا ما نبطلع منه ودراهم ما ندافع لك دراهم. واللي بتسويه سو. نشبه انت نشبه ما توحي العلم. ما لي إلا عامل. النشبة دايبين. النشبة. هلا أبو عبيد. ها. أجيك بكرة. أبشر. خلاص بعد العصر وأنا عندك. مع السلامة. هذا جبته لك. يعني كل ما دق عليك جايب لي هالهدايف معك. يا أبوي ترى تعبنا وتبهذلنا لين جبنا لك عاملك. أقول عطنا حق له خلنا نمشي يا أخي. عطنا مكافأة. المكافأة؟ تشوفه؟ إيش ده يا أبوي؟ هذا مستأجر عندي. ما دفع الإيجار. وإذا طلعتوه أبشروا والله بالمكافأة. تستعمل انت وجهك تودينا البطحة وبغينا نموت واخر شيء تعطينا ابو شنب ذا. يا لا هالمرة يصد وصدقون يا ابن اخي. لا لا صدقناك صدقناك. يعني صدق بتعطينا مكافأة ولا تسحب علينا زي كل مرة؟ ايه هالمرة اكيد. واذا طلعته ابي اضاعف لكم المكافأة. وش قلتوا؟ هذا ابو مزعل شاعر مهايطي ومعروف عند قبيلته لكن ما في الا طريقه واحده اللي تطلع من بيته. جاهزين للخطه يا عيال؟ جاهزين. هلا ياسر. ها كل شيء اوكي؟ جاهز؟ جاهزين. يلا شكش. لا تنكبني الله يخليك. انتبه. كفو يا شكش. الحين ننتظره يطلع بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقت إذا تبنشر الكفرة بعد. الو هلا ياسر. الرجال منشغل. يلا ايه الحين يلا.
يا ولد. يا ولد انت من انت؟ ويلي ويلي خذ مفاتيح بيتك، الله لا يعيدك ولا يعيد بيتك معك، اللي كله جن وانت لا، ما عاد بشوف وجهك لا انت ولا بيتك. هل جار يا ولد؟ هل جار يا ولد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان، هذا شو اللي جايبه ابن الحلال؟ حبيته يا ابوي. الحين الرجال وطلع من البيت، كيف مبسوط مننا؟ كفو والله يا عامر كفو. كفو كالطير. خلاص اجل، ما بقى الا اتعبنا. عفا يا تركي، انا كبر ابوك الحين تبي تاخذ مني اتعاب. عوذا انا لله وانا احتسب الاجر عند الله يا رجل. يا عيال ما قلت لكم اننا نصاب؟ يا حسافه تعبنا. قلبت علينا؟ ترى دي حركات مبزله مو بحركات رجال. اقول يا عامر انا ما خذيت جار يا رجل علشان اعطيكم حقكم. يا حبيبي بالطقاق انت والرجال يا اخوي، تعطينا حقنا ولا لا؟ لا لا والف لا. تكفى يا ابو عبيد تكفى، انا طالب من هالخشمة الازقم. اقول لا ولا والف لا وعقيل لا. طب يا خلينا نمشي ده ما عنده هرجة. كله منك يا عامر، كله منك، انت السبب اللي عرفتنا عليه. ما فيه الا انك تسفرنا على حسابك يا عامر. شباب لحظة، ايش عندك قول؟ عدوك صديقك. ايش تقصد؟ كيف عدوك صديقك؟ اقصد ابو عبيد لازم ياخذ جزاته. اي والله يا عامر انك صادق، بس كيف؟ خلوها علي يا عيال. مساكم الله بالخير يا الربع. قصيدتي هذه ما هي باي قصيدة يا الربع، هذه القصيدة خاصة في قبيلتي، عزوتي وفخري وتاج راسي، من فضل رب العالمين هالقبيلة وصل صيتها إلى المنامة. أنت يا أبو مزعل معروف بالخير وأفعالك عرف الصغير قبل الكبير. أنا أشهد. وإيش بغيت يا الأخو؟ وأنت يا أبو مزعل قد جربت الأذية وما ترضى فيها. لا والله ما أرضاه وأنا أخوها، وإيش العلم؟ أبو عبيد راح يبيع البيت اللي كنت ساكن فيه وإنت تعرف إيش فيه. تهب يا أبو عبيد إنه ما يترك عنها الحركات الباطلة. تهب يا أبو عبيد. اسمع يا حبيبي، البيت ما رايح تلقى مثل موقعه نهائياً بتاتة البتاي. بس يا أبو عبيد العقار نازل وإنت مغلي السعر. أجل تبى تبيع بيتك اللي فيه جن؟ ها؟ جن؟ أي بيت؟ البيت اللي عانى ورا المكتب في الحارة. تقول صادق؟ أنا اللي مشتري البيت. يووو أنت اللي تتشريه. انحش وأنا أخوك أخذها نصيحة مني، انحش. البيت مليان جن ولا ينزرب. وتقول ما راح أحصل زيه؟ يلا مع السلامة. يا رجل لا تروح، يا تذب عليك أبو شوارب هذا تقرقيعي. هاي وش عندك من تبعد؟ دراهم ما في. لا لا ما نبي مكافأة ولا شيء، بس جايين نطمن البيت انباع ولا لا. مو كأن المشتري ذو شرد؟ يا ايه ما له داعي عيال. خلاص يا ابو عبيد لقيت لك جني بيشتري البيت، بس يبي له خصم. هيا عيال الذين هذري انتم اللي مخططين لنا. يستاهل يا ابويا. والله يستاهل يستاهل احسن. سلامات يا الحبيب، وش ذا؟ الله يسلمك، هذه منطقة سكنية، يعني ممنوع استراحات من الآن. هذه المنطقة كلها استراحات، ما في إلا فيلا واحدة وصاحبها مستقر في جدة. يا الغالي هذا نظام. طال عمرك ليش استراحتنا بس؟ اي صدق ليش استراحتنا بالذات؟ أبوي إذا مو عاجبكم رجعنا في دار. هلا والله بالشباب. ايش عنده ذا كمان؟ راحت استراحتكم يا حبيبي، هذا اللي يقطع رزق الناس، خلوكم. هو النذل. هذا نفر كله كفيل ابو عبيد. ايوه هذا كله نفر. سلام عليكم. وعليكم السلام. هذا ابو عبيد شيل من كل نفر 300 ريال،
هذا هرامي كبير. أيوة هرامي كبير. هرامي كبير. هرامي كبير. صديق أنت لازم ما في اسكت. هذا فلوس لازم روح بتشا. ما في روح أبو عبيد. أبو عبيد هذا بخيل لازم ما يعطي فلوس. أنا ما أعطي فلوس وعلى طول بدي سافر. ما في خوف ما في خوف. أنت روح أبو عبيد كلام تسوي تجديد إقامة. هو كلام لازم فلوس. أنت روح جوازات. ما في مشكلة ما في خوف. أنا أروح سوا سوا. آمر 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 آمر. لا داعي لا داعي. تم إيقاف خدماتك. راجع الجوازات. ها؟ تبي تعطينا المكافأة ولا لا؟ إيه بعطيك بعطيك حقك باكر باكر. مدامك رايح رايح الجوازات، في معقب اسمه أبو نايف سلمني عليه سلام كثير. أهي الشياطين. أبو مجعل مساك الله بالخير. يا ليل الليل من هالشايب الأقشار يا أخوي. أنت عندري أنت وراي وراي، وش عندك وش تبي يا بيبي؟ الأرض يا أبو مجعل، أنت هالرقيع يلي بوجهك، أبيك بلك موضوع مهم. موضوع مهم؟ إيه. وش عندك يا أبو عبيد؟ ما ورا هالوجه خير؟ أخلص أخلص علينا. ما قص على غشيم كافو يا كوفتة. يا واه خلا بالعيال شوفوا الغشيم الحين. عطنا عطنا ورق. سمع. أول حكم شق جبهتك. حكم شق جبهتي ها؟ أشكال يا خوي. ما تبغى أشكال وين؟ مية. بدري عليك. بسم الله. السالفة يا دقيقة 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 خلونا نعلق الشاف. شيل هالريوق. شوف السالفة. دقيقة تعال. بسم الله. يا عيال استراحات الجبل منورة. يا ابوي ايش الهرجة؟ كمان كمان يا عيال. مرحوم. اركب بديتي. احنا شباب.